السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حلقة الله حلقة 22. كفل 22 تا كمان. أول نقطة من النقاط لناي استهزاء ولا طرق توم الاتفاقو ديبا إلا دعوات قلو منعو ديبا قلنا تهاجيت عدي وهتن أربع نقاط وحقوهن دي عنوان بعيد التعدى إن شاء الله. أدي مواصلة السخرية والاستهداء والإكثار منها دي باقي نتاقيته. قلمي حقوه ما يقدروا قلوا منعوه ولحيا لهم ولا أقبوا لنا يوم ولا أتماشاقوهم كل من دعوات قل أمشوقو قل يدو وقل يدو كل حقوه ينجحها. أدي نقطة بيرو انا بعد كحت حتى با ندن الدرج دي با اذا نيجيس باكو بيلو كا ادي بسخريه ما الترجقه دي بو بكبه باحتقار باستهزاء وبسخريه لن ابزح بيلو لن ابد دحو قيسو تموضوع لنا يوم كمل بالهلا لنا مسرق نسمعون جزاكم الله خير. والقصد من ذلك تخذيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتوهين قواهم المعنوية. فكانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور، شاعر مجنون، كاهن يأتيه الشيطان، ساحر كذاب، مفتر مقتول، وغير ذلك من التهم والشتائم. وكانوا إذا رأوه يجيء ويذهب ينظرون إليه نظر القدب والنقمة كما قال الله تعالى. طيب دي بدليل لنا يا آيات دي ماتي مبيلو هذا بيلو خلاص احنا يقدرنا لقدام قلنا عبطر منه وقلنا نخذلو لقدام لدعوته انتشر قبات كمان يدا بيلو هذا قد نحاول لمعنويا قلنا احباط نفسي قلنا يدا ديبو معنوياته قلنا نقتل. طبعا اللي قل لا انسان لدعيفة نفس اديما من قبي برنامج او مبدأ انباته من قبي هلو اول اورا محبطين مسبطين اللي هي بعلميته اللي قليته انقل اللي بولو وهقيد لبعض وحد يبو مباشر لقبة او بتلميح او بتسريح، لكن بعلم مبدأ بعلم وقف بعلم رسالة سامد قل لقبة ابو مهما واجهه واند اصبرا لدعوته دعوات حق قبت من قبي الاسبر ديبا ولا بطحة. والله سبحانه وتعالى في العادي بعاقبته ودي بخاتمات نصره لتقدم له دعوة حق ودعوة ربي قبأت من قبي. فساحر تبيله ومجنون تبيله وشاعر تبيله وشيطان مطو بيله وكذاب تبيله وميت تبيله بدو حق يتهاقو وكل مطاكين نظرتنا احتقارك إن بطرفه وقالي الأورا للمفترين للمجرمين قال له ودو قنحات كده متحورار وحواوين حواوين حاجات ليك نفيت ولا رسالة دي تبطح ويعني استفزاز وإساءة وحماق إلا الحواني تحواني إلا ودقوا واللي أبدحوا منه مرة. والله سبحانه وتعالى بيلا سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله سبحانه وتعالى هلا لقنا حتوم بعنتاتهم بلا كم سلا نايا سحر وكم سلا قدام القبو والاحتقار بتعرف عين وبجافر بقلك إن لقنا حبة متحورار وتحاتيد لقنا وبكب وقنحت احتقار وقنحت ناي إنسان في وجه ديبي كانوا رد حد يوم الود علو وربهني كشف يوم وقرآن كرقنا حنا قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة. وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر قرآن ذكر القرآن لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصد له وقلب الهلا ومجنون تقلب له وصلى الله عليه وسلم حاشاه من الجن وعصمه الله سبحانه وتعالى. وكانوا إذا رأوه يتهكمون به ويقولون وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الله سبحانه وتعالى كم سألف هذا حيوان برضو الآيات أول سورة القلم عليها الآيات الذي سورة الأنبياء
وإذا الذين كفروا أو كم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذونك إلا هزوا استهزاء وسخرية وما ترجاك اللي يتمود عليه. وذكرنا الرحمن القرآن ما يربي تلا كفار لا أكفر الله عليه وأبو أكفروا لبن الله سبحانه وتعالى. وإذا رأوا ضعفاء صحابة قالوا قد جاءكم ملوك الأرض. يعني من الصحابة من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأي دول الأولين الرائل الأول لتعالينا ديبهم منهم دعا فاحلة لألبو مشوية لألبو وحد لألبو وقرر لألبو و ضعيف لقبا منهم أوكا يمحتقوا رب عروكا قد جاءكم ملوك الأرض لبول معلو ورب العالمين ينكشف يوم وبيلا ذبدي بلش أن اللي وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله. يعني القرآن قرأنا من قبل ورسيرة قرأنا من قبل وتفسيرنا إلا آيات دي وبقرنا من قبل معاناة عانى الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم وكل العذاب تعذبوا وأكل أي مشاكل واجه عنه اللي دين اللي اسمدوا واللي أسوق اللي اسمدوا ورب سبطوا يوم كخير الدنيا والآخرة ناس أوف هذا ومسك يوم نتذكر وإحنا بآثارا نقتدي وإن شاء الله رب سبطنا وكل المؤمنين دي بالحق دي بالدين لا عزيز لا قوي لا عزة ولا قوة بلا تقبل. كمان الله سبحانه وتعالى في الآيات قال إليلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتقامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إلا في سورة المطففين من العلو لمجرمين لكفار من العلو كفوا لسحة قديبهم علو كفوا سخرية ود علو كفوا الأطقام قديبهم علو والأطقام زديبهم علو وبالله وبالله لا الحمز والغمز والحركات لا فاشلت لا دائما لا فاشلين ولا مؤذين ولا مستهزئين وأصحاب السخرية وبعيدين من الحق وبعيدين من نور رب العالمين لو ودوا اللي ود علو فاش ما سلم حبان ما سلم عزت مسلم قوات مسلم أرأر من الناس مستهبرين ومن الناس سجد لدعفاء النفوس منهم سحقا قلهم من قبل دي بصالح ودي بانسانة طيبة دي بانسانة مسكين مسلم وتنسى رب العالمين كان عزيمتها لأن واحد لله سبحانه وتعالى دو ومتوكل دي بربيته وإيمانه بربيته وإيمانه لآمن إنه لا نصر ولا تمكين ولا عزت إذا إلا دينته وبالمسلمين وبالإسلامته بالأمن الإنسان بعد حد يوم يعلى ويلحدوا عشان كده الله سبحانه وتعالى كشف يوم وتولى يوم وكم سأل أمرهم رب العالمين كن دي القرآن شرح يوغلنا وود حيوغلنا. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء ومن الطعن والتضحيك حتى أثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون في سورة الحجر سكنا النبي صلى الله عليه وسلم كثر ما أبدحوا سخريات ولا سحاق ولا أذى ولا درر ولا استخفاف ولا احتقار دب النبي صلى الله عليه وسلم ودب أصحابه رب العالمين آمر ربكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم محزن الله فقال آية رب العالمين لكرا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إننا أمر يا محمد يا نبي الله حركة للداية قال الله وانتو نقول ما تتأذل لك وتحزن لك احنا نأمر بيدي رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم وحي كلمة ايوه قرآنك زيادة سدد على وزيادة سدد على وزيادة سدد ورب اختير ايوه ولصحابته لمؤمنين ربي ثمات وإيمان يبب على كذب بحق لتمسكوا بعلو اسكنا رب ركبو سابتام وثام دام ومقبلين عند انتون قررنا يلعقوا دعوته منا عند يعني يتنكروا رب لك أكبر ولا سبت. ثم ثبته الله تعالى وبين له ما يذهب بهذا الضيق فقال الله سبحانه وتعالى نبي لي الضيق واللي تعب واللي هموم
نكد توم ودو على ولي اسمك بمجمل بلالا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة الحجر برضو ربك حمد سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبح ربك واسجد كثير سجود لدعوة الإنسان بالدعوة الحدي أكان ربك لا استعبر من الحدي أجمل أجمل موقع أجمل أكان أجمل وقت دعوة تتكبر دي بقى وإنسان للعن قطع بقى ساجد من ذلك هذا دي بسجود لتدعي دعاء وإخلاص ربي سبحانه وتعالى تكبرت منك ورب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبل وجهي ربك سبح وقربك سجد وعبده اسك يقين مطأك اسك ما يقين تحقيق خلاص سك موت مطأك يعني اسك ربك تنكب إلا دعوة ديبة إلي تسند وإلي تصبر وبحمده وبتسبيح وبسجود وبتكبير وبصبر إلا دعوة الله سبحانه وتعالى بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم توجيه بيه والنبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات تتمثل على إلا القرآن تتمثل على كأخلاق وأخلاق القرآن على وعائشة كمسلسل على أخلاق وبلد كان كل خلقه القرآن رضي الله عنها. وقد بيّن له قبل ذلك ما فيه التسلية حيث قال إنا كفيناك المستهزئين وقد ميه يعني للبول الرايح وكم سلمة فاضعوا تلقى بيقلوا وروحاتوا للو الدربة إبا لحزن ولا لأواء ولا تعب ولا مشاكل لا لعود دي بقى كاملة بيقلوا صنعات رب العالمين اللي قرآن أبو وجهه والقرآن أبو شفيه ورب تكفل حين المستهزئين وصب سخرية وصب أدية وصب ضرر وصب أكيد وصب أكجة وصب حوانيت حين شروا من كفة كبيرة الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون دي سورة الحجر. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم كمان لودايهم ولشغلهم ولمكر لكيد لخداع لحسات لمدرات لأذيات توم لودوان لو ديبوم غل عقبته دي بحرام غل عقبته اقلوم غل أبديته اقلوم غل إنساته انتصر رضي كم نبي شان كده أي إنسان إسلامي مؤمن دعوة لبلغ خاصة دعاته مصلحين وخيرين و إنسان أصلحه لحد لازم أدق العريوت من قروب من قانا من الأمر ومن الأمر وأعداء بعدها لكن ربي بالله ابتليه بالله امتحنه وسموده بالأمر ورب نوس وكفيك ولكن دي دوم تقبل بوم بدي وأنت تنتصر والعاقبة للمتقين قبل. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم فقال ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يا سلام سمعوا مارك هذا مرض القرآن من الروم إلى القرآن يعني عظيم الشفاء مع الباب لسراء الباب للقرآن لم لا شافه للقرآن عقل لنور القرآن بصيرة لودة القرآن نور لودة الإنسان القرآن قبل سنة لرأيكات أحد رأيك القرآن حزن لورك منك تعب لورك منك هم لورك منك حبلان لورك منك ثقت للهيبك إيمان للهيبك سبات للهيبك قبل رب الأطبك دائما أمل للهيبك فاسحدي القدم تسول للهيبك وخير لوصل إذلك القرآن رب العالمين لبلها الله ولقد استهزئ برسل من قبلك قدمي كما يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء علو رسول علو استهزأوا بهم فحاق بالذين سخروا يعني تمدي بهم ربي فحاق بالذين سخروا منهم من أنبياء للسخر علو ما كانوا به يستهزئون توم للاستهزئوا بعلو للسخرية توم للبعلو توم للبول علو وتوم للتمنوع علو كل ديهم أقبل و لأزياد ولا كيدوم ولا مكر لنا يوم ولا خداع لنا يوم ولا مدرب لنا يوم وكل ترتيبهم تومنا والدول علو كان حرم أقبلا ووبال ديبهم قبال لبل الله الله سبحانه وتعالى إلا لكفال ناية 22 للقسم رقم حتى من استهزاء والسخرية وإكثار منها لو الدول علو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.